كتير قوي بيسألوا ليه الموبايل بتاعي بيبطأ وازاي اسرعه. فانا حبيت اعمل الفيديو ده عشان اقول لكم ازاي تسرعوه باكتر من طريقة. هبدأ في الاول بس بالاساسيات، بعد كده ادخل على الحاجات المهمة. فتأكد انك تكمل الفيديو لاخره وبدون اي تأخير. يلا بينا نبدأ. واول حاجه، ودي تقريبا كله عارفها، انك تسرع الانيميشن بتاع الموبايل. هتلاقي في الموبايل في السيتنج حاجه اسمها ديفلوبر اوبشن، ده تدخل فيها وتسرع الانيميشن، تخليها اسرع بمره او اتنين او تلاته. كل ما يسرع كل ما الموبايل هيسرع. اللي جايه بقى ليها علاقه بالتحديثات، مش مجرد بس ان يجيلك تحديث اندرويد انه هيخلي لك الاندرويد يبقى الاندرويد اللي بعديه او يبقى احدث او يغير شكل الواجهه وكده بس، لا، بينزل كمان التحديث بيثبت او بيزود استقرار السيستم كله، السوفت وير بشكل عام يعني. فالافضل انك تعمل تخلي دايما الموبايل محدث لاخر نسخه اندرويد عشان ما يهنكش كتير او ما يحصلش فيه باجز زي ما بيحصل في اغلب الموبايلات. اللي بعديه انك تلغي البرامج القديمه اللي انت ما بتستخدمهاش او البرامج اللي ملهاش اهميه. يعني ما تحملش مثلا برامج مليون برنامج بيعمل نفس الحاجه، مثلا تحمل خمس ست برامج للساعه، تلات اربع برامج تصوير وانت محتاج برنامج واحد، وتقول دوت عادي مش بيسحبه من الموبايل. كل ما تمسح كل البرامج دي كلها بتبقى شغاله في الباك جراوند، فانت لما تقللها او تمسحها البرامج اللي انت ما بتستعملهاش خالص، ده هيسرع الموبايل. النقطه اللي بعد كده الويدجت، اللي هي زي الاختصارات، التطبيقات الصغيره المصغره زي بتاع اليوتيوب، الساعه، الكالندر، البرامج، اغلب البرامج تبقى فيها ويجت كتير، ما تزودش عددهم عشان ديت بتفضل تبقى شغاله في الشاشه. يعني حتى وانت قفلت البرنامج بتفضل شغاله عشان انت عامل امر ان هي تفضل شغاله، ويجيب لك اختصار معين لحاجه انت تبقى مثلا لو على اليوتيوب هيجيب لك على اخر تحديثات موجوده عليه، فانت هيفضل يعمل ريفرش بقى ويفضل يشغال. فقلل الويجت قدر الامكان. النقطه اللي بعد كده انك تستخدم لانشر اخف من اللي موجود على موبايلك، زي مثلا نوفا لانشر، ده خفيف جدا وده اللي بستعمله عشان اخف من الواجهه اللي بتيجي، زي موبايلات بتيجي بتاعه سامسونج او اوبو بيحطوا اضافات كتيره قوي على الاندرويد، بيحطوا سكن كامل على الموبايل على الاندرويد، فما تحسش بان بقى اندرويد خان. فانك تحط لانشر اخف ده بيسرع الموبايل. كده نكون خلصنا الحاجات الاساسيه، ندخل بقى على الحاجات المهمه اللي هي اغلبكم ما يعرفهاش. اول حاجه انك تتاكد انك بتستخدم ذاكرة خارجية مايكرو اس دي كارد سريعة، عشان سرعة القراية والكتابة في الذاكرة الداخلية في الدرايف بتاعت الموبايلات بتاعتنا سريعة جدا، يعني بيقرا وبيقرا وبيكتب ويمسح بسرعة كتير، بسرعة كبيرة جدا. فانك لما تحط كارت ميموري سرعته أبطأ من قراية الذاكرة الداخلية للموبايل فده هيبطئه. عايز تعرف الميموري بتاعتك سريعة ولا لا، حمل برنامج اسمه A1 SD Bench، هتلاقيه في الديسكريبشن. دوت هيقيس لك سرعه الميموري بتاعتك قد ايه، ولو هي ابطا من سرعه قرايه الذاكره الداخليه للموبايل او الدرايف بتاع الموبايل، فيفضل انك تجيب واحده تانيه اسرع. النقطه اللي بعد كده، ودي تقريبا كلنا بنفضل مشغلينها ما بنلغاش، الغوا الاوتو سينك. هتلاقوها في الضبط، هتلاقوها في السيتنج، في الحسابات او في الاكونتس حسب اللغه بتاعتك ايه، هتلاقي اسمها تزامن تلقائي، الغوها. ديت بتخلي دايما بتفضل تعمل ريفرش للبرامج اللي انت عامل فيها اوتو سينك، اللي هي تزامن تلقائي، زي جوجل، الفيس، الواتس، فايبر، كل البرامج اللي هي بتشتغل بنت. فانت لما تلغيها البرامج دي مش هتفتح، وهتوفر 20% من السي بي يو الاستخدام بتاعه، وده هيسرع الموبايل اكتر وهتوفر بطاريه كمان. النقطه اللي بعد كده، وديت على اغلب عند اغلب الناس معلومه غلط، انك تمسح الكاش داتا كل يوم ولا كل 3 4 ايام ولا كل اسبوع. هي انت بتمسحها عشان توفر مساحه، بتوفر مساحه لكن الويندوز غير الاندرويد. في الويندوز انت لما تمسحها بتوفر مساحه، في الاندرويد انت تمسحها برضو لما تمسحها برضو بتوفر مساحه. لكن اللي ما تعرفوش ان الكاش داتا دي بتسرع الموبايل، فانت تمسحها مره واحده كل سنه، ممكن كل 6 شهور، لكن ما تمسحهاش كل اسبوع ولا اتنين، دي تسيبها 6 شهور سنه عادي. دي بتسرع الموبايل، ما بتخليش البرامج عندك تفضل كل شويه تحمل من اول وجديد. حاجة كمان، انك دايما تخلي 20% من الذاكرة الداخلية للموبايل فاضية، عشان الموبايلات بتاعتنا بتفضل تقرا وتمسح، تكتب وتمسح، تكتب وتمسح كتير، يعني تفضل تحمل حاجات وتفضل تمسحها على طول دوري.
فانك تخلي مساحه فاضيه موجوده، مساحه 20% من الموبايل على الاقل فاضيه، ده هيسرع الموبايل، فان مش كل شويه البرنامج يقول لك مفيش مساحه موجوده، وكل شويه يحصل كراش في في الابس الاول ايا في الابس اللي انت فاتحها. فالافضل انك دايما تخلي 20% من الذاكره الداخليه فاضيه. طبعا لو ده كله فشل، فاحسن فالحل الوحيد اللي متبقي عندك انك تعمل فاكتوري ريسيت، انك تعمل اعاده ضبط مصنع. طبعا كلنا بنعرف تعمل اعاده ضبط مصنع، وده الحل الاخير اللي تلجأ له لو انت ما عرفتش تسرع الموبايل. وكمان حاجه اضافيه، لو انت لما تفتح برامج كتير، لو انت بتفتح برامج كتير مش كل شويه تقعد تقفلهم، يعني زي كده مش كل ما تفتح برنامج تقفله، تفتح برنامج تقفله، ده بيبطئ الموبايل في انك لما تيجي تفتح البرنامج ده هتستهلك من السي بي يو اكتر، وهيتخلص بطاريه اكتر، وهيبطئ الموبايل. فالافضل انك تسيب البرامج مفتوحه عادي لغايه لما تيجي تقفل الموبايل فتقفلهم كلهم. الموبايلات بتاعتنا بقت كويسه جدا في انها تستغل الرامات الموجوده، وتقدر تدير الرامات بشكل افضل. انك تفتح 3 4 برامج ده مش هيأثر عليه، لكن تفتح مثلا 12 برنامج فهو هيفضل اوتوماتيك يقفل البرامج اللي انت مش بتستخدمها، فانت مش لازم انك تقفلها كل شويه، ده هيبطئه. وكده اكون خلصت الفيديو، اتمنى يكون عجبكم واشوفكم في الفيديو الجاي.